تأكيدا لكلام سيادتك، هو بالفعل من يوم 1 يناير منذ بداية العام الجديد حصل 2 مليون إصابة في أول 9 أيام من الشهر، وحوالي 23 ألف وفاة بس في 9 أيام الأخيرة. طبعا التلقيح من حوالي 3 ل 5 مليون أمريكي حتى اليوم خدوا التلقيح، هو رقم أقل من الرقم المستهدف حتى الآن. إحنا مش هنشوف آثار إيجابية لهذا التلقيح تاني أسبوع أو 3 أسبوع بعد بدء التلقيح، الآثار الإيجابية هتاخد شهور إلى أن تظهر. لا، لو انا النهارده بتكلم على امريكا بدأ اللقاحات، مش هيبقى ليها نتائج على الارض. طيب اللقاحات النهارده امريكا بتستحوذ على كميات كبيره جدا من اللقاحات، ولسه بسأل هذا السؤال. كان معانا الدكتور ضياء من لندن، انه ليه الاغنياء فقط هم اللي بدأوا التلقيح؟ اين الدول الاخرى اللي ما عندهاش فلوس، او الدول اللي هي دخولها محدوده؟ هل العالم عامل حسابه عليها ولا لا؟ وامتى؟ ده سؤال مهم. هو في حالة الولايات المتحدة الأمريكية لازم التنبيه إنه 2 من اللقاحات المجهزة حاليا حول العالم، 2 من هذه اللقاحات فايزر وموديرنا، هم شركات أمريكية، وكانت الحكومة الأمريكية في شهر مايو الماضي بعد 2 3 شهور من بدء الجائحة كانت ضخت مليارات في استثمارات البحوث والتطوير في الشركتين الأمريكيتين المذكورتين وشركات أخرى مثلها، وأيضا شركات عالمية زي شركة أسترازيليكا البريطانية، دي مش سر، دي معلومات معروفة نعم. يعني، قصاد إنه تأمين عدد معين من الجرعات لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية عند إنتاج وإجازة هذه اللقاحات، وهو ما بدأ يحدث بالفعل. ولكن على هامش ذلك في تحالف دولي اسمه تحالف كوفاكس. تحالف كوفاكس الدولي هو تحالف في الدول الصناعية الكبرى بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية ممثلة للأمم المتحدة ومنظمة بيل جيتس الخيرية. هذا التحالف بدأ في الصيف الماضي وشارك فيه دول عديدة حول العالم منها جمهورية مصر العربية. هدف هذا التحالف هو تأمين حد أدنى من الجرعات يصل إلى 20% من مواطني كل دولة بنهاية العام القادم 2022، علشان نضمن إن في حد أدنى من التوزيع. ولكن سؤال سيادتك بيتكلم على الأولوية، مين هياخد الأول؟ مين هياخد الأول؟ وزي ما سيادتك اشرت في الدقائق اللي قبل استضافتي، ده طبعا بيعتمد على المباحثات اللي ادارتها حكومه كل دوله على حده لتامين الجرعات الاولى لمواطنيها. طبعا دكتور اشرف، حضرتك بتكلمني انا قدامي سنتين عشان اخد 20%؟ لا، انا بتكلم على التحالف بتاع كوفاكس، هو التحالف الدولي الاول اللي مشترك فيه كل دول العالم الناميه لتأخذ دعما من الشركات المنتجة والدول الصناعية الكبرى وإلى آخره. وكانت الحكومة المصرية في تصريحات رسمية صادرة من مجلس الوزراء في عدة يعني لقاءات كانت أشارت إلى تحالف كوفاكس كمصدر من ضمن مصادر عديدة لتأمين الجرعات. ولكن طبعا يعني في حد أدنى اللي هو 20% المتفق عليه عالميا، والله أكتر من كده بيعتمد بقى على قدرة كل دولة إلى تأمين هذه الجرعات من الشركات المنتجة. ولازم التنويه إنه النهارده في شركة فايزر، شركة موديرنا من أمريكا، شركة أسترازينيكا البريطانية، وشركة سينوفارم الصينية على الأقل خدت إجازة من الصين. ومن المنتظر إنه في من 3 لـ4 شركات أخرى بالإضافة إلى الـ3 4 دول من وخارجها يجاز لقاحاتها خلال 2021، مما يرفع الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات المجتمعة ل 3 4 مليار جرعة بنهاية العام، تكفي 2 مليار نسمة، 1.5 إلى 2 مليار نسمة
حول العالم، ده طبعا ربع سكان الكوكب فقط. وده شيء كان متوقع من العام الماضي، وعشان كده في دول عدة انتهجت سياسات يعني قوية إلى التواصل مع هذه الجهات المنتجة وتأمين جرعات لها من شهور مضت، يعني ده مش سر.